اقتنص النصر نقطة ثمينة وصعبة في نفس الوقت أمام ضمك حينما أدرك التعادل معه في الرمق الأخير من اللقاء الذي جمعهما على أرض استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة في افتتاح مباريات القسم الثاني من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وشهد الشوط الأول أفضلية نصراوية منذ البداية وتراجع لأصحاب الأرض، واستطاع النصر الوصول لمرمى ضمك في أكثر من مناسبة، لعل أبرزها تسديدة عبد الرزاق حمد الله التي تصدى لها مصطفى زغبة وحولها لضربة زاوية، ثم محاولة رائعة من حمد الله يقف القائم الأيمن دون ولوجها للشباك، ورأسية من أحمد موسى تجد مصطفى في المكان المناسب منهيا خطورتها. مع بداية الشوط الثاني وعلى عكس التوقع افتتح ضمك التسجيل عبر ضربة زاوية نفذها إبراهيم شناحي يسددها فاروق الشافعي برأسه على يسار برادلي جونز. وكاد إيميليو زيلاي أن يضيف هدفا آخر لضمك برأسية بعد ضربة زاوية، لكن برادلي جونز تمكن من التصدي للكرة. اجتهد النصر كثيرا في البحث عن التعديل، فأهدر أحمد موسى فرصة قدمها لهم رابط صددها عالية، وفرصة أخرى برأسية من فهد الجماعة يتصدى لها نجم اللقاء الأول مصطفى زغبة، لتعود لفراس البريكان ورأسية، ولكن يعود حارس ضمك مرة أخرى وينقذ الموقف. وفي الوقت بدل الضائع احتسب حكم اللقاء تشيكي ميروسلاف ضربة جزاء للنصر بعد إعاقة لجوليانو داخل منطقة 18. تقدم لها عبد الرزاق حمد الله ووضعها على يسار مصطفى زغبة هدف التعديل للضيوف. حمد الله ولو كان في المرمى حديد، حمد الله ولو كان الخصم عنيد، حمد الله. لتنتهي بعد ذلك المباراة بالتعادل الإيجابي ونقطة تضاف لرصيد ضمك ليصل معها للنقطة العاشرة في المركز الأخير، بينما ارتفع رصيد النصر للنقطة 34 في صدارة الترتيب.